بسم الله. دلوقتي في ناس كتيرة بتشتغل على الأوتوكاد، كنت على طول ترسم ريكتانجل، ممكن ترسم لاين، ممكن ترسم سيركل. ففي الريفت هل ممكن نرسم الحاجات دي ولا مش ممكن؟ في الحقيقة ممكن، كل حاجة ممكن إن شاء الله، عن طريق إن أنا أروح لقائمة أنوتيت ألاقي حاجة في الديتيل اسمها ديتيل لاين، أنا بدوس عليها بيقول أنت عايز ترسم لاين ولا عايز ترسم ريكتانجل. كل الأشكال اللي كانت موجودة واحنا كنا بنرسمها بترسم عادي، مع ملاحظة انها بتظهر في الفيو بس. ده يعني لما اروح للسكشن، لما اروح اي فيو تاني مبتظهرش معايا، انا مجرد خطوط توضيحية لا اكتر ولا اقل. ممكن اتحكم في شكلها، اجي هنا اتحكم في شكلها زي ما انا عايز. انت عايز تغير فيها، عايز تغير اي حاجة انت عايزها موجودة هنا، اختار الخط اللي انت عايزه، هيدن بتاع، ترسم زي ما انت عايز. عمرو سليم.